بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجكم العالمي. حلقتنا النهارده عارفين ان الدوري الممتاز رجع النشاط تاني مره اخرى. طبعا اتفرجنا على الفرق الدوري الممتاز، كان النادي الاهلي، النادي المصري، النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك. طبعا عارفين مدى في اصابات كتيره ظهرت طبعا بين لاعبي كره القدم، هنتكلم عليها خلال حلقتنا. معايا النهارده برضو اخبار حصريه، طبعا عارفين مشكله رمضان صبحي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لك ده مشى من النادي، لا ده ما فيش انتماء. طبعا هنتكلم برضو عليها برضو خلال حلقتنا. طبعا اكد امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي ان اللاعب رمضان صبحي ابلغ اداره النادي الاحمر برغبته في الانتقال الى نادي بيراميدز وعدم التوقيع الاحمر على عقد جديد. طبعا احنا اتكلمنا في النقطه دي وقلنا ان رمضان صبحي طبعا هو اولى ابدى رغبته بانه يمضي طبعا لبيراميدز. طبعا في برضه هيكون معانا برضه كلام عن الموضوع ده خلال ان شاء الله البرنامج. كارتيرون يرفض تعيين مدرب احمال في الجهاز الفني. كارتيرون مدرب الزمالك بيرفض تعيين مدرب احمال في الجهاز الفني. قررت اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد كره القدم تكريم اساطير كره القدم المصريه متواجدين في نادي المقا، وهم كابتن حسن شحاته، كابتن حسام حسن، كابتن مصطفى رياض، كابتن محمود الخطيب، كابتن احمد الكاس، كابتن جمال عبد الحميد، خلال الاحتفاليه الكبيره التي ستقام العام القادم على مرور 100 عام على تاسيس اتحاد كره القدم المصري. طبعا طلع تصريح وقال ان في احتفاليه ان شاء الله على تاسيس اتحاد كره القدم بمناسبه 100 عام، وطبعا تكريم اساطير كره القدم. طبعا اتفرجنا على الدوري الاوروبي، بايرن يصطدم ببرشلونه في نهائي مبكر لدوري الابطال. طبعا اتفرجنا على فريق برشلونه، طبعا البايرن هيلعب معاه الماتش نهائي مبكر في دوري الابطال. طبعا النهارده عندنا مباريات الدوري المصري، عندنا ان شاء الله المصري والاسماعيلي، عندنا الاهلي والانتاج الحربي، عندنا وادي دجله وحرس الحدود، عندنا الجونه والاتحاد. بالتوفيق طبعا لجميع الفرق الرياضيه في الدوري المصري. طبعا معايا ضيف العزيز، طبعا كان نجم منتخب مصر وكان حارس مرمى منتخب مصر السابق وحاليا ماسك مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 2005، كابتن فتح الله عمار. اهلا وسهلا كابتن فتح الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، انا سعيد اني موجود معاك في برنامج العالمي، برنامج عليه نسبه مشاهده كبيره، وان شاء الله تكون حلقه جميله يعني تكون الناس تتفرج عليها وتكون يعني ممتعه باذن الله. شرفتني يا كابتن فتح الله. الله يكرمك. طبعا كابتن فتح الله، عايزين نتكلم بشكل عام عن مستقبل كرة القدم في مصر. والله مستقبل كرة القدم في مصر في الفترة اللي فاتت دي كانت في حاجات كتير، لا هنلعب الدوري، لا مش هنلعب الدوري، لا في كورونا، لا ما فيش كورونا، وفي الآخر خدوا قرار انهم يلعبوا الدوري. وبعدين انا كنت مع يعني من الناس اللي رافضين الدوري يلعب. تمام، ظهر اصابات تانية موجوده، ظهرت اصابات كتيره في طنطا في الاول، ظهرت اصابات يعني ظهر في كتير في طنطا، وظهر في الانتاج الحربي، ظهر وظهر في الانتاج المصري. الحربي في المصري، في الانتاج الحربي، ظهر في نادي، ظهر في الزمالك، ظهر في ظهر نادي في الزمالك، تمام، ظهر في نادي المقاولين العرب. في كل الانديه ظهرت حالات، بس الحالات الكبيره اللي ظهرت في نادي المصري ونادي الانتاج الحربي. ف تمام، يعني كان 16 واحد في النادي الانتاج الحربي وكان 12 واحد في المصري. طبعا برضو ظهر حالات تانية في المصري، كانت 21 برضه الانتاج الحربي، ظهر حالات تانية. انا هنا كنت بفضل انا استاذ محمد انه الدوري يبدا الموسم الجديد اللي هو احنا بنبداه في شهر كام، كنا نلغي الموسم ده، كان الاهلي اخذ الدوري خلاص ونحتفل بيه، الاهلي اخذ الدوري. لا كنا نلغي الموسم، لا انا ما احتفلش بالنادي الاهلي اخذ الدوري، معلش انا راجل زملكاوي بتكلم بس بما يرضي الله. نادي الزمالك في سنين كان الاول في الدوري والدوري اتلغى، تمام، منها كاس العالم 90 للكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، تمام، منها بطوله اليد، منها بطوله اليد، بطوله اليد اللي الزمالك فيها الاول دلوقتي، تمام، اول دوري، قال لك الغي من غير ما اي حد ياخد البطوله، احنا ماشيين اهم حاجه عندنا مصلحه اللاعب وعدم اصابات اللعيبه. يعني النادي المصري دلوقتي انا لغايه الساعه 12 بالليل وانا بتفرج على البرامج على التلفزيون على كذا قناه ما يعرفش هيلعب ولا مش هيلعب، ما عندوش، ما كانش فعلا المصري عارف هيروح ولا مش هيروح، ما عندوش عدد لعيبه يلعب تأجيل، بيها، ما فيش اي يعني حاجه. نائب رئيس النادي امس كان بيتكلم مع الكابتن احمد شوبير قال له هات لي اللعيبه، ده في لعيب سلبي وايجابي في الورقه، يعني انا عايز اتكلم طبي مش بتكلم كوره ولا لا، هات لي لعيب العبه ازاي، انا مش عارفه سلبي ولا ايجابي.
ما هو ظهر حالات كتيرة، هو عمل المسحة وظهر حالات كتيرة، ما فيش لعيب يلعب عنده بيها. عنده 16 لعيب وعنده المدير اتحاد الكرة مصمم ان الماتش يلعب، يعني لجنة القومية احترام ليها مصمم ان الماتش يلعب. انا كنادي المصري نادي كبير ونادي ليه جمهور كبير وشعبية كبيرة، نادي المصري من الناس اللي مخليه الدوري المصري دوري جميل. تمام. نادي المصري، نادي الاسماعيلي، نادي الاتحاد، الانديه الشعبيه دي. الانديه الشعبيه تمام. نادي المصري ده نادي كبير ونادي ليه اسمه. انا دلوقتي العب بايه؟ ما عنديش. مفيش. الراجل بيقول ما عنديش 11 لاعب العب بيهم. واتحاد الكوره مصمم انه ما ياجلش لانه الاصابات كتير. طيب ايه اللي كان يحصل لو احنا اجلنا الدوري ده لغيناه خلاص شكرا زي بعض الدول؟ فرنسا لغت الدوري. لغت الدوري تمام. في دول لغت. ابدا موسم جديد، انت اعمل فتره اعداد من شهر 6 كده. الموسم الجديد هيبدا شهر 10 كده. الموسم الجديد كان يبدا شهر 10، كنا ريحنا الشهرين دول، كنا شفنا الاصابات، كنا شفنا ايه اللي موجود. بس ده رايي انا، انه كانت الكوره اعمل انا الموسم الجديد وفتره الاعداد بتاعتي كانديه، نادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعبوا في بطوله افريقيه باذن الله، باذن الله يكون النهائي مصري خالص بين نادي الزمالك والنادي الاهلي، يجهز ويلعب ماتشات وديه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، ويجهز للماتشات بتاعت افريقيا دي ونكون على افضل حال ونلعب المباريات. انما انا دلوقتي مش عارف العب ولا ما العبش، الدوري هيكمل ولا مش هيكمل، ولسه وزير الشباب بيقول لو في اصابات زياده لو في اصابات زياده هلغي الدوري. هلغي الدوري. طب انا بدات فين وحني فين؟ يعني انا ما العبش عشان مصلحه نادي معين بعينه، ما العبش دوري انا عشان خاطر نادي واحد. وكان في الاول 14 نادي رافضين يلعبوا الدوري. كان في 14 نادي رافضين الدوري. الدوله عايزه الدوري يتلعب، يبقى كل الناس لازم تلتزم، والدوله طالما الدوله قالت الدوري يتلعب الدوري يتلعب. بس الدوله ما قالتش، الدوله قالت النشاط الرياضي يرجع. النشاط الرياضي ما قالتش الدوري يرجع. النشاط الرياضي يرجع بقى كل اتحاد واللعبه بتاعته، يعني مثلا اتحاد كره اليد خلاص الدوله قالت النشاط يرجع، هيرجع يلعب ماتشات؟ لا، قال انا هلغي وابدا الموسم الجديد الاول. موسم جديد. احنا كنا عايزين اتحاد الكره ما عملش كده. احنا كنا عايزين في اتحاد الكره يبقى كده، انا الغي وابدا موسم جديد. اتحاد الطايره الغي وابدا موسم جديد. اتحاد الباسكت عايز العب العب اتفضل براحتك، كل واحد مسؤول عن القرار بتاعه، بس يكون القرار في مصلحه ايه؟ المجموعه كلها، مش في مصلحه فريق واحد. هي اللجنه الخماسيه طبعا في لجنه طبيه وعملت مسحات لكل الفرق، طبعا المسحات دي برضو مكلفه. بعد ما عملت مسحات ظهر لعيبه مصابه، المفروض كنت انا اطلع قرار بان انا الغي الدوري. طب انت دلوقتي بتتكلم على الدوري المحترفين، دوري الدرجه الاولى وضعه ايه؟ في فرق ما لعبتش لغت. لا في فرق ما لحقتلهاش، هو هيلعب دوري الدرجه الاولى، هيلعب عشان الصعود والهبوط، دوري الدرجه الاولى هيبدا. طيب في فرق ما لحقتلهاش المسحه اصلا. يعني هيعملوا ايه دول؟ يعني انا اعرف نادي الاعلاميين ما فيش حد راح لهم، ما حدش راح لهم. نادي بتروجيت نفس القصه، ما حدش راح لهم. المفروض هم هيبدا في شهر اكتوبر. ايوه. طب انت مهتم بالدوري المحترفين والدوري الممتاز، ما دي لعيبه ودي لعيبه، واغلبيه اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز بيلعبوا الدرجه الثانيه عددها كبير. اغلبيه اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز انا مختارهم من الدرجه الاولى، لانه في لعيبه في الدرجه الاولى مميزه افضل من اللعيبه في الدوري الممتاز. وعدد الفرق بتاعتهم كبير. عدد لهم امتى المسحات؟ دي حاجه غريبه يعني بالنسبه لاتحاد الكوره. يعني انا كنت بفضل انه اتحاد الكوره يقول انه الدوري السنه دي ستوب يا جماعه، كلنا نتكاتف مع بعض ونبدا موسم جديد على اكمل وجه. طب يا كابتن رايك في انتقالات اللعيبه اللي بقت الوقت الانتقال بالنسبه اللي هو بقى مادي وليس انتمائي، ايه رايك في النقطه دي؟ زمان كان بيقول لك الانتماءات. تمام. انا بلعب للتيشيرت، بلعب عشان خاطر النادي وعشان تمام. اسم النادي لا تفرق معايا الماديات، عشان بالعربي ما كانش في ماديات زي 80 مليون و90 مليون و100 مليون. لو نفتكر زمان النادي الاهلي اللي هو طبعا نادي كبير وليه اسم كبير في افريقيا وكده، يعني لما استغنى عن الكابتن ربيع ياسين والكابتن طاهر ابو زيد والكابتن محمود صالح والكابتن علاء ميهوب، اربع لعيبه في وقت واحد، اربع لعيبه كانوا تقال تمام، وكانوا في عز مجدهم. طيب النادي يدور على مصلحته واللعيب ما يدورش على مصلحته؟ وكان في الوقت ده الكابتن طاهر ابو زيد جايب كاس مصر من نادي الزمالك، كان نهائي كاس مصر بين نادي الزمالك، الكوره اللي شاتها الكابتن طاهر من نص الملعب اللي كان الكابتن حسين السيد واقف فيها وجابها ايمن شوقي ونهى المباراه. محمود صالح ذات نفسه كان مدافع على اعلى مستوى، ناهي الدوري لاعب كل الماتشات، والاهلي استغنى عنهم هم الاربعه، واستغنى على الاربعه وقال لهم متشكرين يا جماعه اقعدوا في البيت،
وحصلت مشكله كبيره. ازاي اربع نجوم في النادي الاهلي، طاهر ابو زيد تاريخ طبعا كبير على ما يهوب، نفس الموضوع محمود صالح، كابتن ربيع ياسين من افضل اللعيبه اللي هو مدرب منتخب الشباب حاليا، دول كانوا لعيبه يمكن في وقتهم افضل من رمضان صبحي. تمام. كان الكابتن طاهر ابو زيد حاجه كبيره يعني في الكوره. تمام. كان هو الانتماء للتيشيرت دلوقتي ما عادش وانت كنادي قلت لهم شكرا. منهم بعض اللي يعني الكابتن طاهر ابو زيد ما رضيش يلعب في نادي تاني، انديه كتير طلبته وقال لا انا حياتي في النادي الاهلي. نفس الموضوع الكابتن ربيع ياسين، نفس الموضوع الكابتن محمود صالح اللي هو الوحيد اللي الكابتن علاء ميهوب لعب في نادي الاولمبي وجاب جون في الكابتن احمد شوبير من كره عرضيه وقعد يعيط في الماتش وبتاع عشان ما كانش متوقع انه يلعب ضد النادي الاهلي ويجيب جون. هنا كانت الانتماءات، انتماءات للعيبه باللعب. تمام. وهو زعلان وبيعيط انه ما بيلعبش في نادي الاهلي. دلوقتي ما فيش حاجه اسمها انتماءات، انتماء انت بتحلل الحاجه لنفسك وتحرمها على غيرك. يعني دلوقتي لا بحط شنطه فلوس اجري عليها. يعني انا هقول النادي الاهلي بيتكلم ما فيش انتماءات وما فيش. من يومين النادي الاهلي كان بيقول رمضان صبحي ابن النادي ومن افضل اللعيبه في مصر ولاعيب على اعلى مستوى، بعدها بيومين قال لك هرب من النادي. يعني راح مضى في نادي تاني وما رضاش ينضم. يعني تيجي ازاي من يومين هو ابن النادي وهو متواجد في النادي ومش هيمشي في النادي وبنصوره وهو في التمرين طب بعدين مشي خلاص بقى مش ابن النادي وبقى انسان مش كويس وما تمرش فيه وداخل النادي يعني الاهلي يعني قعد كبير ما بيقفش على لعيب. ما بتكلمش يقف، انا ما بتكلمش يقف على لعيب ولا ما بقفش على لعيب، انا بتكلم في الاول انت كنت بتقول عليه ابن النادي. بعد يومين قلت عليه ده جاي النادي لابس سوري يعني شبشب، ده جاي النادي هو نسي نفسه، ده مزور، ده سنه كبير. طب كل الحاجات دي من يومين ما كانتش موجوده، ظهرت النهارده. فانت لا ده كلام مش منطقي. انت رمضان صبحي مشي راح بيراميدز معروض عليه 80 مليون سوري يعني 80 مبلغ. مليون مبلغ 80 مليون هياخده، ما فيش انتماءات دلوقتي، في احتراف، في برشلونه ميسي بيلعب. ما بيمشيش ليه ميسي من برشلونه؟ لانه ميسي بيتعرض عليه من نادي تاني مبلغ. تمام. فبيقول لنادي برشلونه انا عايز اعلى من المبلغ ده، فبرشلونه بيوافق فهو متواجد في النادي. معنى كده انه ميسي لو مشي بكره من برشلونه يبقى لعيب خاين ولعيب مش كويس. طب احنا بنبص النادي الاهلي، انت بتعمل مع ابنائك، حسام عاشور ده كابتن النادي الاهلي ولعب 16 موسم في النادي الاهلي واخد اكتر واحد يشيل بطولات في النادي الاهلي، مشي بطريقه مهينه ومشي بطريقه مش كويسه. طيب ما انا كلاعب لازم ادور على مصلحتي، انت نادي بتدور على مصلحتك، انا كلاعب برضو لازم ادور على مصلحتي، اشوف انا مصلحتي فين. طيب انت دلوقتي امور رمضان صبحي دي كويسه بالنسبه لرمضان، بالنسبه للنادي الاهلي مش كويسه. طيب فين كهربا؟ كهربا ده كان بيلعب في نادي الزمالك وماضي في نادي الزمالك 4 سنين فجاه هوب مضى في الاهلي. معلش ما ده الاهلي هربوا على بره عشان يجيبوا ولعبوا في البرتغال عشان يرجعوا على النادي الاهلي. يعني معنى كده النادي الاهلي المبادئ انه اللعيبه تلتزم وتبقى كويسه معاه وهو ما يلتزمش، ما فيش التزام باي حاجه. كهربا كانت الموضوع جميل جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان خد كهربا وعمل صفقه كويسه. لما عبد الله السعيد مشي لا ده لعيب مش كويس ولعيب خاين. طب عبد الله السعيد على قوه النادي الاهلي وطلعته انت احتراف في السعوديه ورجعته ثاني بعد ما خدت العقد بتاعه من نادي الزمالك بعد ما مضى لنادي الزمالك. لا النادي الاهلي مش قادرين يستوعبوا الناس المسؤولين فيه ان الكره اتغيرت والكره بقت احتراف. انا النهارده بلعب في النادي الاهلي، بكره بلعب في نادي الزمالك. احنا نقدر نقول ايه الكره تمام، نقدر نقول انه الكابتن زكريا ناصف والكابتن ايمن شوقي نهوا حياتهم في الكره فين؟ في النادي الزمالك. تمام. ايمن شوقي وزكريا ناصف نهوا الحياه بتاعتهم في الكوره في الزمالك، هم كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. طب هم شغالين في النادي الاهلي دلوقتي ولا مش شغالين؟ الكابتن ايمن شوقي ماسك برنامج في قناه النادي الاهلي، كابتن زكريا شغال في اللجنه الفنيه. فلا الكوره احتراف. الكوره ومش معنى انه رمضان صبحي مشي يبقاش ابن النادي، ما هو بيلعب من النادي من صغره وبتاع وبعدين هو بص لمصلحته. تمام. وده الصح، ده عالم احتراف، دي كره قدم. ما فيهاش انا اهلي وزمالك، لا انا بدور كلاعب على مصلحتي. تمام يا كابتن عمار، نطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم تاني من جديد. ورجعنا لكم تاني من جديد مشاهدينا الاعزاء، طبعا مع ضيفي العزيز الجميل كابتن فتح الله عمار نجم نادي الزمالك. طبعا يا كابتن فتح الله عايزين نتكلم عن نظام الاكاديميات ودوري الاكاديميات، وعايز اعرف يعني انديه كبيره كنادي زي مثلا زمالك، نادي اهلي، نادي بيراميدز، نادي المقصه، بيستفادوا ايه من الاكاديميات؟ بص الاكاديميات دي فيها لعيبه ممتازه، فيها لعيبه كويسه جدا، بس لازم صاحب الاكاديميه يكون مختار مدربين على اعلى مستوى.
لان انا عندي لعيب موهوب، لازم يكون عندي المدرب موهوب، المدرب عنده فكر صح، مدرب شغال بطريقة علمية كويسة. من خلال الأكاديميات أنا بستفيد كنادي أهلي كنادي الزمالك، أكاديميات كتيرة في مصر، أكيد كل أكاديمية فيها لاعب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مليانة أكاديميات. تمام، مليانة لعيبة كتيرة، مليانة لعيبة على أعلى مستوى، بس اللعيب ده أنا أشوفه إزاي؟ أنا عشان أنت كنادي كبير بتبص على اللعيب إزاي؟ سواء بقى من نادي بتلاعب نادي، سواء بتلاعب يعني إحنا السنة اللي فاتت مثلا كنادي بنوك جينا عملنا معاكم ماتش مع الزمالك، كان الكابتن أنا شفت أنا شفت الماتش ده، أنا اتفرجت عليه ماتش 2006 2006 تمام تمام، أنتوا لعبتوا مباراة كويسة جدا وكسبتوا نادي الزمالك في المباراة دي، تمام أنا فاكر المباراة، بس فيها لعيبة ممتازة، تمام. يعني بص بقى على اللعيب إزاي؟ أنا لو بصيت لفرقة زي دي أنا ما أعرفش، أنا قبل ما تيجي تلعب نادي الزمالك أنا ما أعرفهاش، ما أعرفش اسمها، ما أعرفش اسم النادي. لما جم لعبوا نادي الزمالك والكابتن عبد الحميد بسيوني موجود والكابتن ناصر ابراهيم موجود، انا كنت موجود في الوقت ده وشفنا لعيبه ممتازه، في يعني في لاعب او اتنين ممتازين يلعبوا في نادي الزمالك ويلعبوا في نادي الاهلي ويلعبوا في اي نادي. انا من خلال الاكاديميات، من خلال الاكاديميه بتاعت حضرتك بقدر اشوف لعيبه. انت تمام. انت الراجل لما تيجي تلعب في الاكاديميات بتروح تلعب نادي الزمالك، نادي المقصه، نادي الترسانه، نادي المقاولين، نادي الاتحاد، نادي الاسماعيلي، انت بتلعب ماتشات وديه بتعرض اللعيبه بتاعتك في الماتشات دي. انا بعمل ماتشات وديه مع نادي الزمالك، انا كجهاز فني في نادي الزمالك بشوف في لعيب كويس عجبني، انا مدرب حراس مرمى الحارس ده عجبني مواليد 2006، طب انا عايزه عندي. فانت بتستفيد وانا بستفيد، ويمكن انت بتستفيد اكتر مني انا بكتير. ليه؟ انت راجل عامل اكاديميه عايزها تنجح، عشان اكاديميتك تنجح لازم تعرض ايه؟ لازم اعرض اللعيبه بتاعتك على الانديه، اللعيبه بتاعتك على الانديه، تمام. لازم ده اللي احنا بنعمله يعني، سواء فرقه النادي سواء الاكاديميه، احنا بنطلع نلعب ماتشات بره على طول. انت لازم تلعب ماتشات كتيره بره وتلعب مع كل الانديه وتلعب على كل المستويات، وكل ما يكون اللعيب مواليد 2007 و2006 و2005 و2000 يعني كل ما يكون اللعيب سنه صغير كل ما تكون فرصته ايه؟ في اكاديميات يا كابتن احنا بتجي لنا اكاديميات من منزله، يعني اكاديميه نجوم المستقبل كابتن مجدي العجيري، اكاديميه كابتن محمد فكهاني من منزله، اكاديميه كابتن مجدي برضه ميدو، كابتن ميدو من دمياط، يعني محافظات تانيه بنلعبها بتجينا بناخد منها من لعيب كابتن احمد بدوي. كابتن هتلقى فيهم لعيبه كويسه، بيبقى فيهم لازم يكون كويسة. والسن الصغير ده، السن الصغير ده عنده فرصه كبيره يلعب في الاهلي ويلعب في الزمالك ويلعب في اي نادي. زمان كانت العمليه معتمده على الكشاف، الكشاف اللي هو بيكون شغال في نادي الزمالك يروح يتفرج في الحواري والشوارع والاماكن دي ويشوف لعيب صغير يلعب يقول له تعالى وديك الزمالك، تعالى وديك الاهلي، تعالى وديك المقاولين. دلوقتي ما بقتش دي. ليه؟ لان الدنيا اتطورت وفي مدربين كويسين جدا في الاكاديميات افضل من مدربين كتير في انديه، في انديه تمام. يعني انا عندي في نادي الصيد، انا بروح اتفرج في نادي الصيد يعني عشان انا احنا كمدربين نادي الزمالك بنروح نتفرج في الانديه. لا احنا عايزين الانديه تجينا وعايزين الاكاديميات تجينا، انا مش معقول هروح الاكاديميه اتفرج عليها، انما بروح لانديه اللي هي اقل من الاهلي والزمالك يعني كلاعب. وفي يا كابتن لعيبه كتيره في الانديه مغموره، احنا عندنا مثلا في مصر عندنا لعيبه 2005 ممتازه، عندنا محمد اكرم، عندنا يوسف غندر، عندنا لعيبه ما شاء الله كتير، عندنا في الجمارك نفس الكلام، عندنا ادم صابر، عندنا عبد الله. محتاجه تسوق صح، بس انت محتاج تحط لها مدرب كويس. يعني انا عندي رحت نادي الصيد شفت الفرقه 2010 عمرو حسين بيمرن الفرقه مدرب على اعلى مستوى، انا عجبني زيه زي مدربين نادي الزمالك ونادي الاهلي. عمرو حسين ده مدرب ممتاز ماسك 2010، عنده حارس مرمى في 2009 عندهم اسمه مالك، نادي الزمالك عايزه، تمام. يعني انت عندك اكاديميه انا اقدر اخد منك لعيبه كنادي الزمالك، تمام. انا كنادي المقاولين اقدر، بس انت العب معايا ماتشات وديه كتير وبكل الاعمار، تمام. ده ان شاء الله الفتره المقبله بامر الله. انت توقعك يا كابتن عمار لناشئين الزمالك الفتره الجايه؟ ناشئين الزمالك ما شاء الله، يعني ناشئين الزمالك نمسك الخشب من افضل الناشئين في مصر ما شاء الله، تمام. في الفريق الاول في نادي الزمالك سبعة ناشئين في الدرجه الاولى. يمكن لو انت تابعت الماتشات الوديه الفتره اللي فاتت كانت ناشئين نادي الزمالك اسامه فيصل راس حربة ممتاز، وحسام يعني حسام اشرف لعيب كويس جدا جدا، تمام. ياسين مرعي لعيب كويس جدا جدا، كانوا متصاعدين للفريق الاول، عمو مصطفى مرعي بتاع المقاولين، دول كلهم في موجودين في الفريق الاول وبيلعبوا. يعني بعد ماتش الاتحاد اللي فات كان عندنا ماتش ودي في نادي الزمالك انا قاعد اتفرج عليه، كلهم لعبوا ولعيبه كويسين جدا، وعندنا حارس مرمى ممتاز في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين. طبعا شرف يا كابتن لاي لعيب يلعب في نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، كيان عظيم اللي يلعب في اي في نادي الزمالك طبعا، من ناشئين مصر يعتبر من اي نادي، اي لاعب يلعب في نادي الزمالك والنادي الاهلي وصل للقمه،
تمام يعني محمد صلاح الحاجه الوحيده اللي هو فلته من نادي المقاولين، تمام اعترف بره ولعب بره. تمام يا كابتن عمار، طبعا اشكرك على الفتره الجميله قضيتها معايا في البرنامج، طبعا شرفتني ونورتني النهارده. انا سعيد بوجودي معاك في البرنامج، وبرنامج ناجح ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح ونسبه مشاهده كبيره، وانا متابعك يعني كذا حلقه اتفرج عليها، ان شاء الله باذن الله يكون برنامج في القمه باذن الله. شكرا كابتن عمار، ربنا يخليك. طبعا يا جماعه بشكر اسره قناه الحدث الصحه والجمال على استضافه البرنامج العالمي، استاذ محمد المالكي، استاذ ناصر الشاهد، استاذ تامر، طبعا شرف ليا طبعا اكون متواجد معاكم النهارده. طبعا برنامج العالمي مهتم بكل الرياضه المصريه مع الانديه المصريه واكاديميات كره القدم. طبعا للتواصل معانا رقمي موجود عندكم على الشاشه، ان شاء الله الاسبوع القادم يبقى معانا برضو نجوم كره القدم المصريه، وطبعا مدربين كبار زي الكابتن فتح الله، طبعا شرفت النهارده. طبعا ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني تواصل مع الاكاديميات كره القدم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. شكرا لكم طبعا مشاهدينا الاعزاء، الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.